أعلنت السلطات الصحية في ليبيريا وفاة 5 من 6 أشخاص عبروا الحدود من غينيا بحثا عن العلاج بعد أن ظهرت عليهم أعراض مرض إيبولا. وكانت منظمة الصحة العالمية قالت إن بلاغات وردت عن 86 حالة مشتبها بها توفي منها 59 في جنوب شرق غينيا قرب الحدود مع سيراليون وليبيريا. معهد باستور الفرنسي قال إن علماء يعالجون تفشي الفيروس في غينيا يعتقدون أنه من سلالة زائير، وهي الأشد فتكا من بين كل سلالات إيبولا، بما يزيد من مستوى القلق المرتفع بالفعل. وحسب منظمة الصحة العالمية فإن فيروس إيبولا يظهر بشكل رئيسي في قرى نائية في وسط وغرب أفريقيا في المناطق المجاورة للغابات الاستوائية المطيرة. وتشمل أعراض الإصابة بالفيروس نزيفا داخليا وخارجيا وحدوث إسهال إضافة إلى القيء، ولا يوجد علاج ولا لقاح لفيروس المرض، وإنما تركز فرق الطوارئ على عزل المصابين. وقد اتخذت السلطات في غينيا إجراءات لفرض حجر صحي على حالات مشتبه بها في 4 مناطق. وكانت منظمة أطباء بلا حدود قالت إنها ستعزز فريقها في غينيا وسترسل حوالي 33 طنا من الأدوية ومعدات العزل من بلجيكا وفرنسا. وفي سيراليون المجاورة شكلت السلطات قوة مهام بعد وفاة صبي عقب حضوره جنازة متوفى يشتبه في إصابته بالإيبولا. وكان أول اكتشاف للإيبولا عام 76 في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي كانت تعرف وقتها باسم زائير، وكانت آخر مرة ظهرت فيها سلالة زائير في عام 2007 حين توفي 187 شخصا في الكونغو. وقالت مالي إنها تعمل مع منظمة الصحة العالمية لتطبيق إجراءات احترازية، منها تعزيز الرقابة الصحية على الحدود ووضع آلية للتعامل مع أي مصابين محتملين. كما ذكرت تقارير أن موريتانيا أغلقت حدودها الجنوبية خوفا من وصول فيروس المرض إليها. وفي محاولة لاحتواء المرض منعت غينيا بيع بعض الفواكه والخضار، غير أن الإجراء لم يساهم في تهدئة مخاوف السكان من الإصابة بهذا الفيروس الذي يهدد المنطقة برمتها، بل قد يعبر الحدود ليصل إلى بلدان بعيدة. كما أرسلت الحكومة رسائل نصية حثت من خلالها المواطنين على التزام الهدوء والحفاظ على غسل اليدين بالصابون. سعد الدوسري، BBC.